هنا؟ آه أنا هناك. ازيك يا دكتور علي؟ اتفضل. انا اسفه قوي اني اتاخرت على حضرتك. خير؟ في حاجه؟ اول مره اشوف بنت لابسه فستان في الزمن ده. ايوه، يعني حلو ولا وحش؟ حلوة أوي. عارفة ليه؟ عشان الفساتين اتخلقت للبنات. أنا كتبت حاجة للفصل الخامس. هي اللي أنت بتخلص بسرعة كده. مش أنا كاتب، بس نفسي ألاقي كلمة أقولك فيها شكراً أو كفاية. كفايه الكلام اللي انت بتكتبه ده، وكمان كفايه العنوان ده. الاب البديل مش معنى، عشان انت كل كلمه بتكتبها بحس انها بتمسيني انا شخصيا. عارف الثلاث فصول اللي فاتوا اللي انت بتحكي فيها عن الحنين للاب اللي غايب؟ عارف انا وقتها حسيت بايه؟ حسيت بابويا اللي غايب بقاله كتير قوي في البحر، واللي يمكن انا عمري ما قابلته غير كم مره يتعدوا على الصوابع، ودلوقتي كمان جايبني الاب البديل. يعني بابا رشيدي. عارف زمان وانا في المدرسه كنت بغلط كتير قوي، كانوا يسالوني كده دايما ويقولوا لي انت اسمك ايه؟ اروح ارد عليهم واقول لهم ورد رشيدي، وارجع اقول لهم لا معلش معلش انا اسفه، اسمي ورد محرم. سابني لوحدي. عارف لما بابا جه عملت ايه؟ ابويا اللي مخلفني اترميت في حضنه، ورحت قلت له بابا مات. انا عارفه وقتها ان انا جرحته، بس اعمل ايه؟ اصل بابا رشيدي كان وحشني قوي. ازاي سيبني كده ويمشي فجأة؟ معلش انا اسفه، بس عشان كده بقى انا نفسي روايتك دي تنجح وكل الناس تقراها بجد. ان شاء الله ربنا هيوفقك. بس اقول لك حاجه برضه، معلش يعني ادخلك فيها، انا برضه حظي كويس جدا. انا عندي حسن حبيبي اللي بيحبني، هو ابويا وامي واخويا وكل حاجه في الدنيا، يعني كفايه هو عليا بجد. أنا آسفة أوي إن أنا كنت شغلتك يعني بكلامي، معلش. ايوه عليك بجد، يعني حضتني. وبعدين لما خبطت عليك هنا وانت بره، انت مش النهارده اجازتك؟ وبعدين ارجوك ارجوك تعزل بجد من هنا، مساكن الاطباء الغريب ده. اسكندريه واسعه جدا على فكره، شوف انت عايز تسكن فين وانا بنفسي ادور لك على مكان. ممكن انا مرتاح عن اذنك. استنى استنى،
انا كنت جايه اصلا عشان اشكرك. على ايه؟ انك خليتني اقرا البروف. معلش مالك يعني في ايه؟ تعبان مخنوق فاصل كده. طيب هو انا كنت كاتبه حاجه وكنت عايزه اعرف رايك فيها، ممكن؟ ممكن. ولا اقرا لك انا؟ كلما رأيته اهتز قلبي بمشاعر جياشة وعشق عميق، وكلما تجاهلني تعلقت به أكثر، فهو ذلك الوسيم الغاضب دائما كالأطفال الأشقياء. خلاص 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 خلاص، إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ أشقياء وأطفال، إيه الحب ده؟ حد يجهلك تحبيه؟ ازاي؟ حد يجهلك تحبيه؟ مفيش من الكلام ده، مفيش. آسف 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 آسف. أنا آسف آسف. سامحيني، أنا النهاردة مش عارف. سامحيني. سامحيني. أنا تعبان. تعبان من هنا. ممكن؟ لا. والله العظيم حلو. أنا هنعدل شوية حاجات. كلما رأيته اهتز قلبي بمشاعر جياشة وعشق عميق، وكلما تجاهلني تعلقت به أكثر، فهو ذلك الوسيم الغاضب دائما أراه يوما فأعرف أني عشقت. أني شبعت يا فاطمي خلاص الحمد لله. بقول لك يا فاطمي، أني كنت عايز أخد رأيك في موضوع وكنت خايف أكلمك فيه. أني زهقت من الشغلانة ده، هي ما بقتش جايبة همها. أني بفكر أخدك ونطلع البلد تاني. قلت إيه يا فاطمي؟ إيه؟ عندك حق يا فاطمي، احنا نصبر شويه لحد ما نعمل قرشين ونطلع البلد نعمل مشروع، نفتح كده نصب فاكهه زي ابوك. وزيه ليه؟ اني اشارك ابوكي مش اني جوز بنته ويبقى زيتني في دقيقني. زيتني في دقيقني؟ لا، تبقى بطخني في منجتني. عارفه يا فاطمي، انا مبسوط قوي، حاسس كده الدنيا هتزهزه والرزق هيخبط علينا بابه. انت هتفاضي؟ لا ايوه ايوه. انت هتعتهلي؟ ده ان شاء الله. بس انت بيعمل عندك هنا ايه؟ روح امك يا باشا. سرقوا من المتحف وفرحان بروحك؟ لا يا باشا، انا ما سرقتوش وربنا ما سرقته يا باشا. قول لهم يا فاطمه، قول لهم يا فاطمه اني ما سرقتش حاجه. يا فاطمه يا فاطمه. حسن رجع من مصر يا عزوز طايح في الكل، ومحدش بقى عارف مين زعيقه بصيته. حتى الطريقه اللي بيعاملني مش ده حسن اخويا العرب. حسن معاه حق يا نادر، حسن معاه حق. مش قصدي في معاملته ليكي، بس حطي نفسك مكانه. أنا صاحبه كان المفروض يعرف مني، مش يرجع من السفر يلاقي امه واخته وخاله عارفين وهو اخر من يعرف. دي المشكله يا عزوز، ولو زي ما انت بتقول يبقى لازم انت اللي تكلمه وتصالحه. ايوه هكلمه طبعا، هكلمه واصالحه صح. مالك يا عزوز؟ ليه حاسه كده ان مش فارقه معاك؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ مش فارقة معايا كيف يعني يا نادر؟ ليه بس بفكر في حسن، خايف علاقته، مش عايز اجوزها بلياتشو. ماله البلياتشو يا عزوز؟ وبعدين هو انت اتخلقت بلياتشو؟ يا عزوز انت راجل كويس ومعاك شهادة، يعني ممكن تشتغل أي حاجة، دور على شغل واللي يدور هيلاقي. يا نادر يا نادر، الموضوع مش موضوع بلياتشو وشهادة. يا نادر موضوع أنت موضوع إني تعبانة عيانة صح؟
يا عزوز، حسن اخو خايف على اخته. انا عارفه ان انا كويسه. الموضوع في حاجه من عندك انت يا عزوز. ايه الموضوع؟ في حاجه من عندي انا، من عندي انا. ويلا بقى عشان اروح. يلا انا. يلا نادي. هاي عبد المعطي، في حد تاني شرف معك في السرقه ولا انت قمت بقى لوحدك؟ والخيط مش شايفها بيه. اني ما سرقت حاجه، ده اني بخاف من ضلي. يا عبد المعطي، كل اللي شغالين في المتحف قالوا في التحقيق انك كنت بتسيب القاعه كلها وبتقف قدام التمثال ده بساعات. كنت بقف قدامه على شركه بيفكرني. بقول لك يا عبد المعطي، بلاش الاستعباط. طرفك ممكن يخفف عنك الحكم، لكن لو ما قلتش مين اللي ساعدك هتشيل القضيه لوحدك. عايز تشيلها لوحدك؟ لحضرتك دي بريء. عليا النعمه ادي بريء. يا عبد المعطي، سجل الحضور والغياب في المتحف متأيد فيه انك غبت في نفس اليوم اللي حصل فيه سرقه التمثال. كنت فين في اليوم ده؟ في البيت يا بيه. هو اني بروح حته تانية؟ اني لما بعوز انزل ما بروحش غير حتتين، يا اما بنزل على الزاويه بصلي، يا اما بروح المتحف الشؤم ده. وربنا وربنا يا بيه، انا بمشي جنب الحيط، جوه الحيط. كل املي في الدنيا اني اعيش مستور ومتداري زي بقيه الناس. ما اعرفش ليه المصايب بتحط فوق راسي. أنا بريء. تعال يا عسكري، خد الورق. تمام يا فندم. بريء. التمثال ده مضروب. التمثال ده مضروب. اكتب يلا. يتم استدعاء خبير آثار بمعرفة المتحف في تاريخه وساعته. أقفل المحضر. بنيت واحدة أجمل من أي صورة رسمت في خيالك. لما لقيتها طلعت مش ليك، لحد تاني. اختارتي كلها الأب والأخ والحبيب. طب ما يمكن اختياراتك التانية مش ليك برضو، زي الكتابة، تبقى بتحب غيرك وعمرك ما هتنجح. الحلم لازم يبقى على قد مقاس حياتك، ما يعلاش عن السقف اللي ايديك ممكن توصله. عشان ما تنطش بأحلامك لفوق بعدين تقع وتتكسر. تتمنى لو كنت واحد تاني ما بيحلمش. انا طول عمري بشوف مشاريع سعادتك، بس معرفش ليه معقده قوي كده. ده بيتهيألك. ولا معقده ولا حاجه، كل حاجة كبيرة متقسمة لحاجات أصغر فأصغر فأصغر. المشروع عبارة عن أرض وخدمات وتصاريح، والتصاريح بقى على وزن كل رجل أعمال وتقله في السوق. عادي يعني. بعدين ساعتك عارف يا باشا، ساعات كده كنت ببص على الناس اللي بتجري ورا الفلوس ليل نهار، مش عارف بيعملوا كده ليه، مع إن عندهم اللي يكفيهم وزيادة حبتين كمان. ما تنساش إنك قاعد مع واحد منهم. في ايه؟ ما اقصدش يا باشا، انا اسف. ساعتها غيرهم طبعا يعني. لا ولا غيرهم ولا حاجه، انا زيهم بالظبط. بس الحكايه بقى مش حكايه طمع زي ما انتوا فاهمين، لا. الحكايه عباره عن تراك مقفول، دايره ملهاش اول من اخر. وطالما بدات تمشي فيها شويه وهتلاقي نفسك بتجري، عمرك ما هتقدر تقف. عارف ليه؟ عشان لو وقفت اللي جاي من وراك بسرعته هيطيرك بره التراك، هتلاقي نفسك رجعت تاني من الاول خسران كل حاجه.
يعني الطيار هو اللي بيمشينا، ما بنمشيش بمزاجنا. صح، بس الذكي بقى اللي يحول الطيار ده لمزاج ويلعبه صح. واهم قاعده، مفيش اخر لاي حاجه. فكرتني بابويا الله يرحمه يا باشا، كان دايما يقول لي كده، لما توصل للاخر ارجع للاول تاني. مات يا حسن، ابوك مات، ايه هتفضل عايش بافكاره ومع الشيشه جواك يا حسن؟ صح عندك حق، هو مات. قول لي يا حسن، انت بتشرب؟ لا يا باشا ما بشربش. ليه يا حسن؟ ده الشرب حلو قوي. بس بنشرب اللي تشوفه سعادتك. عموما بكره هتتعود.